السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني لباقي الأشكال. دلوقتي هنحل، احنا نرجع المسائل اللفظية. النهاردة الفيديو ده هينزل وفيديو تاني هينزل لأشكال وجزء مسائل لفظية. تمام، دلوقتي ايه الشكل المختلف هنا؟ هو رقم، هو دي ليه؟ عشان علامة الميوزك دي في جنبها هتلاقي دايرة سودة، على اليمين يمينها دايرة سودة، اما في دي على يمينها دايرة بيضة، فده المختلف. تمام، شكل ده حرف الام فوق في ظهر الحرف ثلاث دوائر، يعني الشكل ناحية تحت. تمام، فالشكل بقى ايه؟ ناحية فوق، والثلاث دوائر جم ناحية الفتحة بدل ما كانوا ناحية ظهر الشكل. تمام، فهنا برضو العلامة دي ناحية السن ده او الزاوية جاية الدوائر اللي هما بيض، فهما الشكل هيروح ناحية اليمين، هيبص ناحية اليمين، والثلاث الدايرتين دول بدل ناحية الزاوية هيكونوا ناحية الفتحة. تمام، ده الشكل، يعني هو جابهم ثلاث دوائر جنب بعض، وهيقول لك الدايرة الرابعة ايه او الشكل الناقص ايه، فانت هتكمل على هذا الاساس ان كل اتنين ماشيين مع بعض. تمام، بقى اللي تحته طبعا هيقول لك ايه الشكل الناقص او كمل الشكل. واضح، وهيجيب لك اكيد مثلث، بس هتبص على ناحية الضلع بتاع المثلث ناحية الشمال، هتلاقي المفروض يكون اكبر من الضلع ناحية اليمين. المهم هو الشكل ده المكمل. تمام، هتكون واضحة اصلا، يعني في فرق، هتبص على الاضلاع وهتبص انهي ضلع المفروض يكون اطول. انتوا طبعا يا جماعه هتقولوا ايه الاشكال دي وازاي معموله كده وليه مش جايه زي الناس التانيه اللي منزلها في القنوات شكلي بيكون بالكمبيوتر. احنا جبنا، انتوا كنتوا عايزين الحاجات الناس اللي جات للناس، طيب احنا بننزل لكم اللي جه للناس، لان انا نزلت لينكات الفيديو اللي فات في الديسكريبشن ان انتوا تتدربوا على الاشكال، يعني اي حد يقدر يتدرب على الاشكال ومش ضامن ايه اللي جاله، وهو ده الصح على فكره ان انتوا تتدربوا، بس انا بنزل لكم مع التدريب اللي جه للناس، يعني بحيث يكون معاكم اللي جه وتكونوا متدربين عشان برضو الوقت. تمام، الشكل ده بيقول لك الاسهم كلها جايه مع قرب الساعه، ما عدا الشكل الاخير اللي السهم جاي عكس عقارب الساعه فهو المختلف. هنا بقى الشكل كان دايرة ناحية الشمال، ومن تحت شرطتين ناحية اليمين. تمام، بإيه الحاجة اللي منها اتنين بقيت واحد وغيرت اتجاهها، والحاجة اللي واحد بقيت اتنين وغيرت اتجاهها. الدايرة كانت دايرة واحدة، هتيجي قصادها الناحية التانية هتكون دايرتين جوا بعض، والشرطة شرطة واحدة، شرطتين هتبقى ايه؟ واحدة، يعني الاتنين الحاجة الاتنين بقيت منها واحدة وغيرت اتجاهها في الاتجاه المعاكس، والحاجة الواحدة غيرت اتجاهها في الاتجاه المعاكس او مكانها وبقيت حاجتين. تمام، تعالى لتحت كده، المربع ده اتنين فيكون مربع واحد، طيب هيغير اتجاهه ويجي فوق ناحية الشمال. تمام، والشرطة دي واحدة فهتغير اتجاهها تيجي ناحية تحت ناحية اليمين وهتكون شرطتين. تمام، الشكل اللي جاي ده هتلاقي العلامة الشرطة في النص دي جاية في رقم ثلاثة الوحيدة اللي جاية رأسي وفيها نقطة واحدة سودة، لكن كلهم أفقي نقطتين سود. تمام، فهو ده الشكل المختلف. ده سؤال بيقول لك واحد يعني منزله بيقول جالي مصنع به عدد من الذكور العاملين والإناث، ذكور 25 والإناث 15، ونسبة الإناث بالنسبة للعاملين 60%، فعايز عدد العاملين. تمام، طبعا الاختيارات كانت كام؟ 19 24 11 13. الاختيار الصح هو 24، هنشرحه ازاي. تمام، بصوا هنا هي مش واضحه قوي، فوق 15 زائد 25، ال 15 للاناث وال 25 للذكور دول العاملين، فهم كام؟ مش 40%، سوري يا جماعه، هم 40، ده رقم. تمام، 40. طيب ال 40 دول هيمثلوا كام؟ 100%، مش 10، دي 100%، مش واضحه قوي. تمام، طيب كام علامة استفهام؟ كام هيمثلوا 60؟ كام ان ايه العاملين من هنقول 40 في 60. تمام، في المية، في 60% على 100% تطلع 24. تمام، ده الاختيار.
الشكل من تحت بيقول لك شكل الدايره جوه مثلث بقت مثلث جوه دايره، يعني اللي من جوه بقى بره ومن بره بقى جوه. طيب هنا اللي تحت اكيد المربع هيجي من جوه والدايره هتكون من بره، تمام. وطبعا اللي من تحت ده الاسهم، ده احنا شرحناه كده. وصلنا لنهايه الفيديو. احنا الفيديو كده يعتبر قولوا 6 دقايق عشان يكون خفيف عليكم، وهنكمل في الباقي عشان تسمعوا بسرعه، وهنكمل في الباقي هيكون مده الفيديو 5 دقايق ان شاء الله. وهننزل ممكن المسائل اللفظيه هيطول فيها. كده احنا سايبين في الفيديو اللي فات في الوصف سايبين اللينكين لموقعين تدريب غير المتفائلون. متفائلون كويسه برضو، هننزل لكم الباقي، تمام. هننزل لكم باقي الحاجات اللي جات للناس باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.